السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبق وأن تحدثنا عن قصة عن كيد النساء. أتظنون أن الكيد مختص بالنساء فقط؟ اعلموا أن للرجال كيدا أيضا، وقد ذكره الله تعالى في سورة يوسف لما كاد إخوة يوسف لأخوهم وألقوه في الجب. ومن كيد الرجال هذه القصة لنثبت بها أن للرجال كيدا أيضا من واقعنا اليومي. تزوج قاضي على زوجته دون علمها، وكان يذهب لزوجته الثانية سرا، وقد شعرت الزوجة بتغير حال زوجها فشكت أنه تزوج عليها، فواجهته وسألته فلم يجبها وقال لها إنها مجرد أوهام ليس لها أي دليل. ثم فكر في حيلة ذكية ليقنع بها زوجته الأولى بكلامه، فذهب إلى زوجته الثانية وقال لها اذهبي إلى زوجتي الأولى واطلبي مقابلتي لتسأليني عن مشكلتك مع زوجك. وبعد صلاة العصر ذهبت الزوجة الثانية إلى منزل الأولى وطلبت مقابلة القاضي لأجل سؤاله عن مشكلتها مع زوجها، فأخذتها الزوجة الأولى إلى زوجها القاضي وجلست معهما تستمع. فقالت الزوجة الثانية أنا أشك يا سيدي القاضي أن زوجي تزوج علي لكن ليس عندي أي دليل. فقال لها القاضي إنها مجرد أوهام في رأسك، وهذا ظن سيء ولا يجوز، والدليل على ذلك أن زوجتي التي أمامك تشعر بنفس إحساسك وهو ليس حقيقة، وأمامك أقسم بالله العلي العظيم لو كانت لي زوجة خارج هذا البيت فهي طالق ومحرمة علي. فبكت زوجته الأولى وقامت قامت تقبل رأسه وقالت أقسم لك أني لن أشك فيك بعد اليوم. أليس هذا من كيد الرجال؟ دمتم أحبائي.